ومع الشخص المعزول في المنزل. لنتحدث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا أخصائي الأمراض التنفسية والصدرية الدكتور محمد الطراونة. أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الاستضافة. الله يعافيك دكتور. يعني دكتور، عم نشوف في الوقت الحالي بشكل عام الناس عم تفحص، بتضلها حاجرة حالها في المنزل، عم بيستخدموها أو عم بيروحوا لهذا هاي الطريقة للتعامل مع المرض. لكن متى يجب على المصاب بفيروس كورونا أنه يطلب المساعدة الطبية؟ أولا سيدتي، المصاب بفيروس كورونا 85% قد لا تظهر لديهم أعراض، ولكن هناك فئات تسمى فئات ذات الاختطار العالي، وهم كبار السن أو الذين لديهم أمراض كامنة، أمراض مزمنة، الذين لديهم سرطانات، السيدات الحوامل، الذين يتلقون أدوية خافضة للمناعة. هؤلاء لديهم احتمالية لحدوث التهاب رئوي أكثر من الأشخاص الاعتيادية. فهنالك بعض العلامات التي نسميها العلامات التحذيرية. إذا ظهرت هذه العلامات لدى هؤلاء الأشخاص أو لاحظها الأشخاص الذين يعتنون بالمعزولين منزليا، فيجب عليهم طلب العون الصحي العاجل من الطبيب المختص لتقييم الحالة حتى يتبين أن هذه الحالة بحاجة إلى المتابعة داخل المستشفى، وما هي طريقة العلاج التي يجب اتباعها في حال حدث التهاب رئوي. من هذه العلامات أولا صعوبة الشديدة في التنفس، الآلام في الصدر، السعال المتكرر غير المنقطع، ارتفاع في درجة الحرارة غير قابل للنزول في خافضات الحرارة الاعتيادية، الإرهاق الشديد والإعياء العام، وأيضا التشويش في درجة الوعي أو ميل الشفاه أو الأطراف إلى اللون الأزرق. فهذه العلامات تدل على احتمالية وجود التهاب رئوي حدث نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فيجب طلب العون الصحي العاجل من الطبيب المختص أو من مقدمي الرعاية الصحية للحصول على الخدمات الصحية أو الإسعاف الصحي العاجل. والمهم هو عدم الانتظار وعدم التأني، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث المضاعفات التي لا سمح الله تؤدي إلى أن ينتقل المريض من حالة بسيطة إلى حالة شديدة، وبالتالي ضغط على أسرة العناية الحثيثة وضغط على المستشفيات. نعم. طب دكتور، يعني كيف ممكن الأهل يتعاملوا مع الإنسان المعزول صحيا لما يصاب بالفيروس، كون أنه يعني في كتير معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بتقول عن نوعية الأكل، وفي مواقع تانية بتنفي نوعية الأكل هاي وكل ما إلى ذلك، فشو هي الطريقة الصحيحة من ناحية المعاملة، من ناحية طريقة العزل، من ناحية الأكل؟ أولا سيدتي، يجب على الأشخاص في حال ثبتت إصابتهم أو في حال ظهرت لديهم من أعراض وهم ينتظرون نتيجة الفحص، أن يقوموا بعزل هذا الشخص في غرفة لوحده، على أن تكون أدواته لوحده، كل ما يستعمله لوحده، وأن يتم تعيين شخص واحد من أفراد الأسرة للتعامل على هذا الشخص، وعلى أن يتم اختيار هذا الشخص من الأشخاص الأصحاء الذين ليس لديهم أمراض كامنة، أمراض مزمنة، ولا يتناولون أي أنواع من الأدوية، وأن يتعامل هذا الشخص مع الشخص المعزول على أن يقوم بلبس، أن يرتدي كمامة محكمة الإغلاق، أن يقوم بغسل الأيدي بشكل مستمر، وأن يقوم بتهوية الغرفة التي يتواجد فيها هذا الشخص بشكل مستمر، وعلى هذا الشخص أن لا يشارك أفراد الأسرة الآخرين في الغرف الأخرى حتى لا تنتقل العدوى داخل الأسر، وأن يتناول كميات كافية من السوائل، وأن يحصل على نوم جيد، لأن النوم يساعد على التخلص من معاملات الالتهاب وبالتالي على التعافي بسرعة، ويحصل على غذاء متزن غني بالخضار والفواكه حتى يتم تزويد الجسم بالمعادن والفيتامينات اللازمة حتى يستطيع جهاز المناعة مقاومة الفيروس والتخلص منه. طب دكتور، هل يختلف التعامل مع الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن التعامل مع الكبار من ناحية طريقة العزل ومن ناحية طريقة الاعتناء فيهم بصحتهم؟ نعم، الأطفال لهم عناية خاصة، أو هم يعتمدون بالشكل الكبير على الوالدة أو على الأم، فلذلك يجب على الأم متابعة الطفل أثناء عزله عن بقية أفراد الأسرة من خلال الاهتمام بطعامه، الاهتمام بشرابه، درجة الوعي، الحركة، النشاط، فلأن الأطفال قد يصابون
في التهاب الرئوي يؤدي إلى حدوث مضاعفات، فيجب أيضا مراقبة لون الشفاه، مراقبة لون البشرة، مراقبة شكل العيون. فإذا ظهرت أحد العلامات التي تدل على أن هذا الطفل احتمالية أن يكون لديه التهاب رئوي كما ذكرت هذه العلامات، يجب طلب العون الصحي من الطبيب الأطفال المختص. طب دكتور، الأردن أجاز استخدام حبوب فايزر، هل ممكن أن تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر الدراسات ومتى يستخدم، خصوصا أنه سيتوفر بنهاية الشهر القادم؟ أولا سيدتي، هنالك العديد من مضادات الفيروسات التي تستعمل الآن حول العالم كعلاجات لفيروس كورونا. أحد هذه المستحضرات هو مستحضر يعطى عن طريق الفم على شكل أقراص لشركة فايزر يسمى باكسلوفيد، تم إجازته من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. تشير الدراسات والأبحاث التي نشرتها هذه الشركة أن مستحضر فايزر يقلل من احتمالية الدخول والمضاعفات الناتجة تصل إلى 90%. وهنالك أيضا مستحضر آخر تم اعتماده من قبل هيئة الغذاء والهيئة الصحة البريطانية لشركة ميرك، يعطى هذا المستحضر عن طريق الفم، ولكن تعطى هذه المستحضرات في بداية الإصابة، فهي تعطى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 وثبتت إصابتهم ولم يمر على إصابتهم مدة تزيد عن 7 أيام. نعم. طب دكتور، يعني رسالة أخيرة من حضرتك، كون يعني خاصة أنه الناس هلأ عم تخلط بين أعراض فيروس كورونا وأعراض الإنفلونزا أو أعراض الحساسية بشكل عام. أولا سيدتي، الآن نحن نمر في الأردن في موجة نتيجة انتشار المتحور أوميكرون، وهنالك أعداد إصابات كبيرة جدا وارتفاع في نسب إيجابية الفحوصات، ولدينا حوالي 100,000 حالة نشطة حسب الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية في الأردن. فالآن نطلب من أي شخص يحدث لديه أي طارئ في الجهاز التنفسي مثل السعال، الزكام، آلام في الحلق، العطاس، ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، أن يعتبر نفسه كأنه مصاب بكورونا ما لم يثبت العكس، ويقوم مباشرة بعزل نفسه وأخذ المسحة الأنفية، وذلك منع لانتشار العدوى داخل الأسر. فيجب المحافظة على غسل الأيدي بشكل مستمر، لبس الكمامة، الالتزام بإجراءات التباعد، تهوية المناطق المغلقة بشكل جيد، والإقبال على الحصول على اللقاحات، لأن لها أهمية كبيرة في الحماية من الحالة المرضية الشديدة التي قد تسببها الإصابة بفيروس كورونا. نعم، أخصائي الأمراض التنفسية والصدرية دكتور محمد الطراوني، شكرا لك ولوقتك. يعطيكم العافية.